هتقتلني يا حسن، هتموتني. ابني يا حسن، ابني ملوش حد في الدنيا غيري، ده غلبان غلبان والله، ومش ذنبه ان انا امه. ده انا تعبت قوي في الدنيا دي عشان اخليه يعيش عيشة مرتاحة، يبعد عن الذل والفقر، هو ملوش ذنب. ابني امانة في رقبتك يا حسن، صدقة لله تربي ابني وتاخد بالك مني. انا عارفة ان انت احن واحد في عيلة عبد الحكيم، واللي انت تعمله ده كله عشان قلبك محروق على ابنك، بس والله العظيم ما كنت اقصد، والله العظيم ما كنت اقصد اقتله. انا برضو اهو ابني حسن عشان خاطر ربنا، خد بالك من ابني. خلاص هتقتلني، هتموتني يا حسن. لك لازم ادخله ممنوع. بص من قدامي ممنوع يا فندم. ايه ايه في ايه؟ ازاي تخش على المكتب كده؟ الست دي قتلت ولدي. من اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي متأكد؟ بقولك خدها وسلمها في القسم. شفته بعينك؟ والله العظيم زي ما بقولك كده يا ريتال. ليه يا حسن؟ ليه عملت فيا كده؟ بدل ما تجيبها لي تحت رجلي؟ هان عليك يا ابنك يا حسن؟
بعت دار ابنك؟ بعته ليه يا حسن؟ بعته ليه؟ امشي من قدامي. ليه امشي من قدامك ايه؟ انا صرفت فلوس كتير قوي. امشي من قدامي دلوقتي. امشي من قدامي. امشي من قدامي. طب اسيبك تهدي واعدي عليكي بكره. امشي من قدامي. ليه يا حسن؟ ليه يا ابن جبريه؟ ليه؟ بعد عني. بعد عنك ده؟ انا مش هسيبك تعملي اللي في دماغك. بعد عني الساعة دي، انا مش طايقة نفسي. وانا مش هسيبك تعملي كده يا مفيدة. انت عاوز مني ايه؟ كلكم عاوزين مني ايه؟ مفيدة تموت عشان الكل يستريح؟ اقطع من لحمي وارميها على الطريق يمكن تشيلوني من دماغكم؟ طب اهدي طيب. مش عاوزاك تلمسني، مش عاوزاك تجرب مني. وانا مش هسيبك تقتل ابني. عايز اجي الدنيا ليه؟ عشان ايه؟ عشان يبقى والد مفيدة؟ عشان لما يكبر الناس تعايره ويبقى كاره الدنيا باللي فيها؟ مين قال كده بس؟ هو ده اللي هيحصل. مش بكيفي. انا مش عاوزة عيال تاني، وبكيفي وبخاطري. طب انا هرجعك، انا هرجعك. وانا مش عاوزاك. طب اسمعيني. طب هقول ايه؟ طيب مش عاوزة اسمع حاجة. ما كنتش عاوزة اسمع كلام. خلاص، مفيدة ماتت. هماني، مفيدة مش موجودة. مفيدة ماتت، مفيدة مش موجودة. رايح فين؟ بعت ابنك خلاص؟ ما عادش يهمك روحه اللي طلعت؟ عامة عبد الحكيم جوه كل ونام، بس بقى روح هات لمفيدة تقعد تخلي بالها منه، عشان أنا خلاص ماليش قعد في البيت ده. رايحة فين؟ رايحة لابني، رايحة أقعد معاه لحد ما روحي تطلع.